بارك عودة الدوري دكتور عمار، الغياب الطويل هل يؤثر سلبا أم إيجابا؟ ما فيك تحكم بقى مصطفى، لنشوف شو النتائج. هلا سلب، انا برايي اذا اثر سلبا انه تحضير اللاعبين وجاهزيتهم هذا، واثر ايجابا بشغله انه المدربين اخذوا كثير فرصه كثير طويله ليتعرفوا على هي فنيا اكيد سلبا. نحكي الواقع سلبا كفنيا، بس ممكن في شغلات ايجابيه صارت لبعض الانديه. بعض الانديه كانت ممكن نازله، بعض الانديه كان اللعيبه اللي عندها مصابين رجعت. بس انت السؤال انه نعرف شو مدى التاثير، ما رح نشوفه الا بكره. اكيد بكره بدنا نشوف مثل ما بقولوا جوع للعبة للعيبة، بدنا نشوف مثل ما صار، حتى بدنا نشوف نتائج كبيرة، بدنا نشوف أرقام كبيرة، أهداف كبيرة. يعني خبر بفلوس بكرة ببلاش، لكن نفس الأندية اللي شاركت هي نفسها، هي الـ14 ما نزل ولا واحد ولا صعد واحد، يعني حتى اللي انضروا أندية الدرجة الأولى. ليش؟ لأنه منعوا من الصعود، يعني كان نادي الإمارات ناقصه نقطة واحدة. على العموم ثبتوا الـ14 نادي. أنا أعتقد أنه في ميزة رغم البقاء 7 أشهر بدون، أنه الكل استعد الآن. ما في فريق يقول لك والله ما كان عندي وقت أستعد، ما جبت جانب 7 أشهر تكفي. يعني في تاريخ الكرة الإماراتية ما وقفت 7 أشهر مثل هذه عشان كل موضوع إلغاء النتائج وتثبيت بعدين موضوع أهداف. يعني لا، هذه كارثة. أنت ألغيت كل النتائج وسجلت الأهداف باسم اللاعب، يعني كيف تلغي من ناحية النتائج لكل الفرق وتخلي الأهداف؟ بس سؤال عمار، يعني اليوم بالجدول ما في مباراة، التغيت. هي وين سجل هو؟ ما في ما أقول كلمة عقلانية، بس إنه ما فيها سنس، يعني ما فيها نوع من المعنى أو من التوافق بين شيء. يعني وين سجل؟ أنا هذا سؤال. وين سجل؟ السكور شيت اللغة، المباراة اللغة. وين سجل كان؟ ما بعرف صراحة. حيقول سجل في مباراة ملغية، على شو استندوا بالموضوع؟ لأنه المفروض كان، أنا برأيي، وقت أنت بتثبت شيء معين تثبته لكل كله طبعا كله لازم يتثبت. يعني ممكن كان شباب الأهلي بهالنتائج هو يكون بطل الدوري، النازلين الهابطين، فأنت ثبتت شيء وخالفت شيء ثاني. نعم، تخيل احنا الغي الدوري في حرب الخليج، اهداف فهد خميس الغيت كلها، اذا من حق فهد خميس يرجع الاهداف. اذا بهالشكل الغيت ذاك الموسم تلغي هذا الموسم، او تترك اهداف اللي تسجلت ذاك الموسم، لانه من حق فهد خميس انه يحمل هالاهداف. الرابطه هي طلعت رابطه المحترفين، هذه شغله ارقام، شغله احصاءات مش موجوده. يعني انت مباراه لم تلعب خلاص، انت لغيتها، فما بصير ترجع عليها وتسجل الاهداف. طيب هذا راينا نحن. ما بعرف على شو بنوا الرجوع. حنروح لفاصل الاول من الاعلان بعد